او قطاعات ناشئين ما عندهاش السن ده 2003، لكن شكل الجدول حلو. النهارده شكل الجدول لما تبص على الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري الفرنسي ولا الدوري البرتغالي او اي دوري في العالم، ما بتلاقيش الحبتشكنات، ما بتلاقيش الحبتشكنات. الاسبوع الخامس ما كان الاسبوع التاسع والاسبوع السنه اللي فاتت كنا بنتكلم اسبوع يعني موسم استثنائي. السنه دي قلنا نبتدي بقى والعجله تدور ونشوف جداول واشكال جداول محترمه. اتمنى ان شاء الله يعني الامور ترجع زي الاول. نروح لمنتخب الاسبوع، كل اللعيبه بقى اللي تالقت خلال الاسبوع اللي فات سلوكيا قبل فنيا. معانا منتخب الاسبوع في حراسه المرمى احمد طارق سليمان مواليد 99، من الحراس اللي دايما بتصعد للفريق الاول. عندنا محمد شكري باك ليفت، محمد شكري من العناصر المميزه اللي بتوقع ان شاء الله هيكون موجود في الفريق الاول وهياخد فرصه في الفريق الاول. عندنا علاء نبيل مواليد 2000، ابراهيم عبد الحكيم 2003، فارس طارق مواليد 2000. في خط الوسط محمد رضا حجازي مواليد 2000 ومحمد وائل مواليد 2003. تحت المهاجم احمد سيد غريب اللي احرز 7 اهداف ما شاء الله امام نشر العمال 2002، ميدو نبيل 2003، علي عمرو 2002، والعربي جمال مواليد 2000. عربي جمال من المهاجمين المميزين ما شاء الله، السنه اللي فاتت تالق هو هداف، كان مسابقته مواليد